بسم الله. تظبيط اعدادات الوحدات في برنامج ريفيت ام اي بي. لو انا عايز اظبط الوحدات، بمعنى الطول اللي يبقى بالملي ولا بالفيت ولا بايه، بروح في المانج بلاقي حاجه اسمها بروجكت يونت، بختارها بلاقي عندي وحدات كتيره، في كومن، في ستراكشر، في اتش فاك، في الكتريكال، في بايبنج، وكل واحده بندرج تحتها بعض الوحدات. ممكن ادخل هنا واقول مثلا لا انا اشتغل بالمليمتر، انا اشتغل بالفيت، اشتغل بالانش، زي ما انا عايز. الجميل في البرنامج الريفت ام اي بي ان انا ممكن اخلي حاجه بالاعدادات الامريكي والتانية بالاعدادات البريطانيه، يعني مش لازم كله بنفس النظام. ده كان موجود في الام اي بي، انما في الريفت ام اي بي صلحوا الموضوع دوت وخلوا كل حاجه مستقله بذاتها. ممكن ادخل في الايجيفاك مثلا واظبط هل انا هشتغل الطاقه الانرجي هشتغلها بايه، بلاقي كذا حاجه، اختيارات كتيره موجوده قدامي، اختار منها اللي انا عايزها مستقلة عن بقية الحاجات. مش معنى ان اغير في حاجة اخلي مثلا حاجة بالملي يبقى كله ماشي بالنظام البريطاني او الامريكي، لا كل حاجة مستقلة بذاتها. عمرو سليم.